أيها السادة، أيها الحفل الكريم، الآن نعيش لحظات مع صاحبة الصوت الذهبي التي طالما عشنا مع أغانيها. تلك هي المطربة العاطفية التي جمعت بين العاطفة والخيال، المطربة التي طالما استمعنا لها وعشنا مع الألحان التي كانت مصاحبة لصوتها الدافئ الحنون، المطربة التي تنقلت بين ضفاف النيل وبين دمشق الفيحاء واشتهرت بحفلاتها المتعددة التي جاءت تعبيرا صادقا عن مشاعر وأحاسيس دافعة، مع مياد الحناوي التي ستتغنى بأغنية عنوانها ساعة زمن، وأيضا بأغنيات أخرى حيث تتغنى ببعض الآهات وبعض الكلمات.
Thank you.